مرحبا والسلام عليكم. أنا اسمي محمد، أرحب بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي، وأهلا وسهلا فيكم الجميع. هلأ بنكمل محادثة مع المدير في السكن الجامعي. أول ما تصل على الجامعة بتروح على مكان السكن في داخل الجامعة، الهوستل يسموه هوستل، بيكون فيه زي ما حكينا بالفيديو السابق في أوفيس، في مكتب، بيكون فيه المانجر له موظف، وفي لجنة طلاب كمان هي مسؤولة عن السكن في الهوستل، فبيساعدوك ويعطوك أوضة أو غرفة. فقلنا كيف إنك تقول له يجي يفرجيك على الأوضة، عرفت كيف، وبتسأله أسئلة. فمثلا انت بتشوف في خزانة، في خزانة كبيرة شوي، بدك تأكد انه فاضي فارغة. شو بتسأله؟ شو بتسأل مثلا؟ هل هذه الخزانة الكبيرة فارغة؟ تقولك يا. نغير اللون. ها تقول يا او يي، في بنقول يا او يي. مالي الماري، خالي هي هيك بتقول يا، يعني هل يا هل يي او يا، معناها هذه شغلة قريبة، تقول كيا يي او يا. بالي كبيرة، كامري بالي الماري. هسه لا مش عم نحكي عن الأوضة، لو عم نحكي عن الأوضة كان قلنا كامري، بس احنا عم نحكي عن الخزانة، فذا كم الماري، الماري يعني الخزانة. بالي الماري معناها الخزانة الكبيرة. خالي هي، خالي يعني فاضي. شو معنى خالي؟ فاضي. خالي هي، فإذا الجملة بتصير زي ما بنترجمها هون بالضبط، هل يعني كيا، يي هذه، بالي الكبيرة. الماري بتيجي بالأول، البالي الصفة بتيجي بالأول هون، بالي الماري خالي هي. كويس، يعني عم تسأله عن الخزانة الكبيرة فارغة ولا شو، ولا حدا تاني كان قبل بعده تارك أغراضه فيها، فبدك تتأكد. يعني بيجي بقول لك إنه آه مزبوط، نعم، بس في خزانتين مش خزانة واحدة، والتنتين فارغات، التنتين فاضيات. يعني نعم أكيد الخزانتان فارغات أو فارغتان، إذا بدك بالعربي الفصيح، الخزانتان فارغتان. كويس؟ نظبطها. تيجي بتقول له، تيجي بقول جي ها، جي ها، جي معناها بحترمك، يعني بقول جي ها نعم، ها معناها نعم، فيه يقول لك ها بس، ها هي معناها نعم، جي بتقال يعني للاحترام، جي جي ضرور أكيد، يعني بالتأكيد ضرور. يعني أكيد زي ضروري، كيف ضرور، بس هو في تنتين، فبقولوا دونو. شو بقولوا؟ مش دو، دونو، دو اثنين، لما تعد ايك دو تين تشار، واحد اثنين ثلاثة أربعة، دو هي اثنين، بس نقول عن شغلتين هون، نقول دونو الماريا، لأنه عم نجمعها مش الماري وحدة، بالجمع
الماريا 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 شو إذا بزيدوا لها في شغلات بس بدك تجمعهن بتزيد لها يا الماريا شو هاي معناها مثلا بنت بتقول لركي أكثر من بنت بتقول لركيا شو بتقول لركيا يعني في كلمات للجمع بتزيد لها يا فإذا هون الماريا شو دونو خاله شو صارت الجملة هون جي ها ضرور دونو الماريا خاله فبدنا نزيد كلمة دونو شو صارت جيها ضرور دونو الماريا خاله كيف تقول الماريا لو بدك خزانات بس هنا نحدد انه في تنتين فدونو الماريا خاله عشان اكد لك انه شو فيها شغلات منيحه وقال لك وهنا وهون في طاولة وكرسيين مش كرسي واحدة انت كمان انه فيها شو شغلات مثلا فيها وهنا يوجد او هنا في في هون طاولة وكرسيين مش بقول لك شو هور هور يعني ايضا هور ايضا كمان ايضا ياها ياها معناها هنا اور زي ما حكينا كمان اور ياها مز اور دونو كرسيا فإذا أول يعني كمان هون ياها هنا مش طاولة أو مز في من بقول مش مز يعني الطاولة أور كمان وأيضا دو كرسيا دو كرسيا يعني هون بنقول دو كرسيا مش دونو هذيك دونو لانه عم نحكي عنهن عم نشير لإلهن ف دو كرسيا بس دو او دونو بس دو كرسيا في الحاله هاي شو دو كرسيا دونو بالكل هيك عم تجمعهن عم بتقول له دونو شو بس هي نفس الشيء يعني راح يفهموها عليك انه هاي دو كرسيا فيك تقول خزانتين دو الماريا بس انت عم تحكي عنهم التنتين خاليات عشان هيك بدونو شو عم توصفهم خالي هي عشان هيك دونو خالي هي شو طيب كويس فانت هون بدك تقول له انه هاي يعني صح انت بدك تسكن فيها بس هاي كمان بدك تدرس فيها شو هاي بدك تدرس فيها غرفة الدراسة شو هاي غرفة الدراسة فتقول له هذه غرفتي للدراسة هذه غرفتي للدراسة شو فهذه زي ما قلنا قبل يا أو يي تقول له يي أنا كنت أستعمل أكثر يي شغلات القريبة يي هي ميرا ميرا يا ميرا بارنيكا كاميرا هي ميرا كا
ككاميرا هي يعني هاي الاوضه بتاعت الدراسه بارني باريجا بتقول لواحد شو باريجا يعني شو 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 بتدرس عرفت شو باريجا يعني عن الاسم او بدك تدرس بالمستقبل بارنا دراسه ايه مره بارني ككاميرا بتكسرها عشان موصوله بارني عشان توصلها توصل في الكاميرا اللي هي الأوضة الغرفة تشدد له عليها هنا إنه هاي بتقول له إنه شو بتكمل الجملة بتوصف إنه الجو شو لأنه يمكن بدك تطلب منه مروحة شو بدك مروحة تسأله أنا بحطه مروحة ولا في مروحة بتقول له إنه هون أو هنا الحرارة عالية شوب الحرارة عالية هون الحرارة عالية لما بقول الشوب شو أو سخنة سخنة قوي لما بقوله بالمصري فشو بتقول هنا ياها زي ما قلنا بالأول هون شفنا ياها شفناها بالجملة اللي قبل هاي هي ياها قلنا ياها معناها هنا فإذا بتقولها هنا ياها بحط بحط أو زيادة قرمي هي شو بنقول هلا ياها عم تحكي معه بتقول له شو ياها بهوت قرمي هي شو بدنا مزبوط ياها بهوت يعني كثير او زياده فيك تقول نفس الشيء زي بالعربي زياده او كافي قرمي هي يعني شو بزياده فهي يعني بدك تلاقي لها حل تسال بعد اسئله ونكملها في الحلقة القادمة في الحديث القادم شكرا للمتابعة ورجاء الاشتراك والسلام